رميساء وأميمة يعني راه كيف كتعرفوا في اللايفات اللي درنا الاولين بانهم كان الاختفاء ديالهم والاختفاء ديالهم كان يعني الاختفاء ديالهم كان مفاجئ. ما عرفناش كيفاش الدريات واش مخطوفين واش ما اختفوا روسهم ما عرفناش القضيه كيفاش دايره. المهم الحمد لله البارح لقيناهم بخير وعلى خير بالفضل ديال الناس ديال الاعلام وقفوا معنا وساندونا الحمد لله لقيناهم في صحه جيده وبخير وعلى خير. وحتى السلطات حتى هما يا كنشكرهم الله يجازيهم بخير حتى هما يا راه داروا المجهود حتى هما ديالهم وقفوا حتى هما معنا وكنشكروا جميع المغاربه اللي حتى هما ساندونا الله يجازيهم بخير وبقاو معنا حتى 6 الصباح وهما كيساندوا فينا وكيشكرونا وكيقولوا لنا على سلامة بنياتكم. الحمد لله والشكر لله كنشكرهم جميعا كنشكرهم ويعني كنشد بيدي واحد بواحد من كل المغاربه الله يجازيهم بخير وكنشكروا سيدنا نصر الله والسي الحموشي والاعوان السلطات والجرائد. راه كون ما كاين الجرائد الاعلاميه راه ما غاديش نوصلوا لدوك الدريات لان الناس شافوا اللايف ديال البنات وشافوا التصويره ديالهم وهما اللي رشدونا المكان اللي كانوا فيه. ما غنقول لك اختطاف ما غنقول لك يعني فين كانوا عند واحد السيده هذيك السيده قالت لك حقها كرات ليهم ولكن الدريات قصيرات لا يعقل ان شي واحد عنده محل وباغي يكريه وغادي يكريه لجوج بنات وقصيرات عندهم 13 عام واش هذا كاين في القانون ديالنا؟ هذا الشيء ما كاينش. يعني انا من هذا المنبر كنوجه واحد النداء لجميع الاسر المغربيه ينبهوا ولادهم يعرفوهم مع من كيمشيو وكنوجه نداء اخر لجميع البنيات يسمعوا لوالديهم وما يرافقوش من والا. واش هاد المرأة غرات بهم هاد السيدة الله أعلم واش المهنة ديالها ولا الله أعلم. المهم ما دارتش الإبلاغ ما بلغتش السلطات بأن راه كاين عندها واحد جوج بنات قصيرين وعندها لمدة 3 أيام 3 أيام هما عندها من نهار 2 هما عندها حتى مشينا جناهم من عندها كانوا بوحدهم ما معاهم حتى شي حد وشافوهم الناس واحد السيدة ركبت معاهم في الطاكسي قالت لك هما بجوج اللي كاينين وحتى الناس اللي شافوهم تما قال لك البنات كيدوروا حنت مشينا وسولنا مالين الطاكسيات سولنا والناس اللي شافوهم ولا عيطوا علينا كيقول لك راه الدريات غير بجوج اللي كاينين ما معاهم حتى شي حد اخر. شدوا طاكسي ومشاو. شدوا طاكسي ومشاو لتمايا. شنو كتعاود لك رميساء؟ رميساء باقا لحد الان في واحد الحاله ديال الذهول باقا ما عارفاش يعني باقا ما مستوعبش اشنو جرى. هادشي كاع اللي داز عليها بحال شي فيلم باقي ما عارفاش اشنو واقع. الحاله ديالهم الحمد لله الدريات بخير وعلى خير يعني الحاجه الوحيده اللي كنحمد الله ونشكره عليها انهم بصحه جيده وما تعرضوا لحتى شي عنف. هذا هو الفضل من الله سبحانه وتعالى. المغاربه كاملين كنشد عليهم بيد من الحراره بالشكر ديالنا وكنقول لهم الله يجازيكم بخير على المجهودات ديالكم تاتوما والبارطاج اللي بارطاجيتو ويعني المشاركه ديالكم راكم تاتوما راه ما غاديش نوصلوا لرميساء والاميمه. بالصفه ديالي كأم يعني بحال هادشي كنتمنى من الوليدات يتصنتوا لوالديهم بزاف. راه الام هي الام والصديقه والاخت راه الام فيها كل شيء. الا قالت لكم امك شي حاجه ولا زيرات عليك ولا راه غير كتخاف عليك ماشي ان راه ما بغاتكش ولا على كيف كنسمع انا شي بنات كيقول لك راه امي ما حملاتنيش ولا اختي ما حملاتنيش. راه بالعكس الام الخوف ديالها كتعامل معك بهذيك الطريقه من الخوف ديالها. وبالنسبه للاخوان ديالك ولا عمامك ولا خوالك ولا ايا كان كيبغيك وكيخاف عليك راه من طبيعه الحال غادي يزير معك شويه الحبال. لهالدرجه كنقول لكم تصنتوا الله يجازيكم بخير والله يرضي عليكم البنيات. انا كنوجه النداء للبنات بالاخص المراهقات المراهقات بالاساس اللي هما اللي باقي العقل ديالهم شويه طيش وباقي صغير خاصهم يتصنتوا بزاف.